رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ، مرحبا بك، أهلا وسهلا. شنو أحوالك سي رضا؟ والله الحمد لله، مساك بالخير ليك ولكل مستمعاتك ومستمعيك، وشكرا على الدعوه. شكرا. انا قريت هالرساله كمش عم روحي ما قريتهاش، وباش نسالك اليوم معليش اليوم الوضع وضع القطاع خطير اليوم، وعلاش توجهتوا برساله لرئيس الجمهوريه؟ والله هو تفكير بواقع المنظومه التربويه. انت كان قريت المراسله فيها حتى مواقف نتاع الرئيس واعتاز ده هو تقييمه للواقع التربوي، كانت منذ بدايه التسعينات والمرفق العام التربوي، المرفق العام للتربيه بدا يتراجع، حكى على في يوم العلم عم ناول معناتها عدم تكافؤ الفرص، قال لك اذا نغزروا احنا للنتائج نتاع الامتحانات الوطنيه نعرفوا خريطه الفقر في تونس، معناتها المؤشرات الكل قاعدين اللي قاعدين نسمعوا عليهم كلهم ماشيين في الاتجاه السلبي. احنا اليوم شوف، احنا في كل مره نتكلموا على المنظومه التربويه واحنا ربما في موقع نتاع انفعال ولا على سخانه، هو صار عنف، هو صار ربما اضراب حجم الاعداد. احنا قلنا اليوم هنا شنكملوا السنه الدراسيه الحاليه، خلينا بكيمة عدات هو هنا بحلوها ومرها، فوالا با دو نوفيل مالوروزمون موباز نوفيل، على خاطر ما سمعناش حاجات إيجابية اللي تخلينا ربما نراو أنه فما أشياء قاعدة تتحسن. لكن بالرغم هذايا قلنا سيدي نكملوها ونعاونوا ونتمناو ولولادنا ولبناتنا باش ينجحوا في امتحاناتهم واستحقاقاتهم تاع آخر دراسة السنة الدراسية. وبالتوازي حبينا نذكروا رئيس الجمهورية بنصفه هو رئيس السلطة التنفيذية، هو هرم السلطة في تونس، عطيناه ربما وصف في ثلاثة صفحات معناتها فقرات واضحة، موقع المنظومة التربوية، شنو هو اللي صاير وحالة المنظومة التربوية الحالية والحلول المستقبلية. وأكدنا في نهاية المراسلة أنه فما الحلول وراه فما إمكانية، مش فما إمكانية، فما يلزم إجبارية اعتماد حلول باش نعالجوا هالوضع هذايا اللي ما يساعد حتى حد، لا يساعد لا تلامذة، لا يساعد العائلات، المجتمع، ولا البلاد. باهي جمع الوضع قاعد يحتد، وإحنا سمعنا أنه فما إصلاح المنظومة التربوية وناس قاعدة تخدم على إصلاح هذه المنظومة وغيره، لكن ما شفنا حتى شيء. معناتها اليوم سألتوش رئيس الجمهورية وقتاش باش يصير هالإصلاح متاع المنظومة التربوية سريدة؟ والله احنا ما سالناش، على خاطر الموقع نتاعنا ما يسمحناش باش نساله، لكن قلنا له راهو الوضع خطير والوضع مستعجل، واكدنا انه المنظومه المدرسه التونسيه اليوم هي ركيزه من ركائز الامن القومي، على خاطر في نهايه الامر هي اللي تربي مستقبل البلاد، هي اللي تربي الاجيال نتاع غدوه. نحكيو على البو الباهي ونحكيو على الام الباهيه والمعلم الباهي والاستاذ الباهي، بكلهم يخرجوا من المنظومه التربويه اللي احنا قاعدين عايشين فيها توا، وبالتالي الاخلالات الكل تعطي معناتها نقول انا مؤشرات سلبيه. او انا قاعدين توا اليوم اكدنا راهو العنف قاعد يزيد، معناتها الدروس الخصوصيه قاعده تزيد، النتائج قاعده تتراجع، معناتها قلنا له يا سيد الرئيس راهو الواقع هذايا ماهوش قاعد يمشي في مصلحه البلاد، بالعكس عنده انعكاسات خطيره حتى في عقليات في معنويات التلميذ التونسي. 100,000 منقطع سنويا على الدراسه، اليوم نحكيو على العنف، احنا بعثات كل واحد يبدا يحكي من وجهه النظر نتاعه ربما من الموقع اللي يغزر فيه العنف، لكن وقت ناخذوا احنا البعد والمسافه المطلوبه نلقاو انك اليوم عندك 100,000 تلميذ وتلميذه قاعدين اليوم وهما يخرجوا في اخر السنه الدراسيه الحاليه. وهال 100,000 اللي هما عزاب وسبايا احضرنا وكرانا نقول لهم 18 سنه 17 سنه 19 سنه، وقت اللي هما خارجين وباش يتلوحوا في الشارع يغزروا لاصحابهم اللي دخلوا هما وياهم يلقاهم في السنه الاولى ولا السنه الثانيه تعليم عالي. وبالتالي شنو هي المشاعر اللي احنا نتصوروهم باش يشعروا بهم التلامذه هذوما؟ دونك مهما كانت العقوليه نتاعهم فما نسبه باش تكون غاضبه، فما نسبه باش تكون محبطه، فما نسبه باش تكون يائسه تعبر بطريقه ولا طريقه اخرى عن المشاعر هذه. فما فيهم العديد اللي نجم يمشي العمل العنف وردود فعل عنيفه تختلف من كلمه لتكسير الطاوله والسباله، يخرج ربما بعض ساعات يتطاول على استاذ ولا معلم، مع التاكيد احنا العنف
نعتبروه خط أحمر وما فماش حتى تبرير للعنف. معناته مهما كانت راهو العنف مرفوض، والمجتمع والأولياء والناس الكل يلزمهم العنف هذايا مهما كان، حتى أخلاقي لفظي ما هوش مقبول وما هوش مسموح. واضح، شكرا لفضلك سيد رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية لأولياء التلاميذ، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا بخصوص المراسلة اليوم اللي توجهت بها لرئيس الجمهورية في خصوص تحذيره اليوم من خطورة وضع قطاع التربية والتعليم اليوم في تونس. مش في نبعدوا برشا على الوضع التربوي في تونس، لكن مش نحكيه على رياض ومحاضن الأطفال اليوم للغرفة متاحهم تحذر في بيان لها من محاولات استضعاف المنظورين متاحها وإقحامهم في تحرك احتجاجي للمتفقدين. شنية الحكاية، شنية تفاصيلها، نحكي فيها تدشوية.